بالفيديو حقيقة المنزل الوحيد الناجي من إعصار درنا. رغم انهيار السدين والفيضانات المرعبة اللي مسحت معالم مدينة درنا في ليبيا وبلعت عمارات بسكانها وسيارات بأصحابها، انتشرت مجموعة صور عجيبة على منصات التواصل الاجتماعي لبيت أبيض مكون من دورين واقف صامد لوحده وسط الأنقاض. كل اللي كان على يمينه وعلى شماله وقدامه وراه اتدمر، إلا هو فضل وكأن شيئا لم يكن، حتى الأبواب والنوافذ بتاعته ما جرالهاش حاجة. انت متخيل؟ إعصار دانيال اللي أصفر عن آلاف الجثث وأكل الأخضر واليابس، بلع بيوت بأصحابها، ما أثرش الباب من بيبان البيت ده، البيت اللي ما تأثرش بالمية اللي غطت المدينة، ولا الأمواج اللي وصل ارتفاعها لـ30 متر، ولا بريحة الموت اللي ملت المكان، حتى لونه الأبيض الناصع ما تأثرش بالأتربة اللي جرفتها المية. الصور دي خلت الناس في حالة صدمة وذهول، واللي بيقول ده أكيد فوتوشوب، لأن مفيش منطق في الدنيا يقول السيول دي تمحي كل اللي حواليه ويفضل زي ما هو، واللي يقول إن دي معجزة من معجزات ربنا في الأرض، وصاحب البيت أكيد راجل بركاته كتير ووراه سر كبير. وبسبب الجدل ده نزل بعض الناس القريبين من دارنا علشان يتأكدوا بنفسهم من المشهد اللي شافوه على النت ويوثقوا الحدث. كان السؤال اللي بيدور في ذهنهم وهم نازلين، يا ترى فعلا معجزة حقيقية حصلت في دارنا، ولا الصور دي مجرد فرقعة لإثارة الجدل؟ وهناك على أرض دارنا على بعد 400 متر بس من البحر كانت المفاجأة الرهيبة. وقف الموثقين مذهولين قدام مبنى وحيد في وسط الدمار، الصورة طلعت حقيقية والبيت موجود وسليم، وتشوفه تحس ان هو منزل لسه حديث البنى، لونه أبيض الزاهي، لا يمكن تقول ان ده منزل اتعرض لفيضانات وسيول بالفظاعة دي. واللي أكد الموضوع أكثر هي صور الأقمار الصناعية اللي نشرها موقع لدارنا قبل وبعد إعصار دانيال، واللي فعلا أكدت ان البيت موجود وما تأثرش بالانهيار الرهيب اللي حصل في دارنا. ولما سأل الناس عن سر صمود المنزل ده ومين صاحبه، اتضح انه بيت راجل اسمه عادل بودراعة، هو إمام مسجد وكافل أيتام في بيته، ومن وقتها بقى هو والمنزل المعجزة حديث السوشيال ميديا. اللي كتب عن نتيجة التجارة مع الله، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، واللي علق وقال إذا صاحب البيت حي وموجود اسألوه عما ما بينه وما بين الله، هل هو بر الوالدين أم كفالة اليتيم؟ واللي كتب اللقم تدفع النقم، فما بالك إذا كان في جوف يتيم؟ واللي رفض الطريقة دي في التعبير وكتب ونشر صورة منزل في دارنا لم يتعرض لأي أضرار، والقول بأن السبب يكمن في صلاح وتقوى صاحبه قول لا يصح، ويجرح مشاعر العائلات التي فقدت أبنائها وهدمت منازلها. واللي حب يجود وقال أكيد البيت ده مبني بطريقة تحميه من الكوارث والزلازل، شغل هندسي يعني. واللي عبرت بخفة دم وقالت العمارة ما وقعتش من الإعصار، لكن هتقع من العين والحسد. وما بين الدهشة والجدل فضل السؤال موجود، لبيت الشيخ عادل أبو دراعة هو المنزل الناجي الوحيد وسط الركام بمدينة دارنا، وإزاي نجا أصحابه من الموت بأعجوبة رغم أن كل البيوت اللي جنبه اتشالت شيل من على الأرض بسكانها؟ الناس كلها دلوقت مستنية تصريحات صاحب الشيخ البيت المعجزة. يا ترى لو حلفك الحظ وقابلته، إيه السؤال اللي ممكن تسألهوله؟ شاركنا برأيك.